اسمك دخلت هني جول، كانت النتيجة كام ساعتها؟ 2-1. لا اثنين، هم جابوا الأول جونين وأنت رحت جاب الجون. اسمك تاني رقم اتنين. بدأ الشوط الثاني بين مركز شباب الشيخ زايد مع نادي الإعلاميين. اللي دخل الجون مين يا كابتن؟ ايوه بسام. نمره كام؟ 10. اهدى بعضك تبعوات. الشوط الثاني بين نادي الاعلاميين ومركز شباب السادس. انا محضر وهنزل يوم الاحد. قعدنا ندور. لا يوم الاحد هنزله. اطلع يا عم مروان. ما انا جاي معاهم عشان يا مروان. طلع الناس يا اطلع لقدام يا حسين. يا حسين اطلع لقدام يا حسين. انا جاي اغلب مش جاي اتعادل ولا حاجه. يوم الاحد هنزل شغلكم. ليه ما نزلش يوم الاحد؟ لا ما انا حضرت والله، جيت انزله امبارح النت عكسه. الورقة ما تطلع من الناس يا مروان. اطلع كله. ارجع يا محمد.
جون، جون الثالث لنادي الاهلاويين. ثلاثة للإعلاميين، اثنين لمركز الشباب الشيخ زايد. واحد وعشرين إعلاميين برا أوت. بص انت انت انا خدت منك حديثين. ها حديثين خلي بعد الماتش على طول بعد ما لا على حسب بقى نزلته مع مع اللعيب طلع مع واحد بس هنا. اطلع يا محمود، اطلع يا محمود، ابني اهو ايوه كده طالع بالكرة. الجون الرابع لنادي الإعلاميين. ما زالت النتيجة ثلاثة إعلاميين.
هناك. هذا هات هذا هات يا ورو. يلا هات جامد يا هات كمل عليه. ولا هادي يا محمود. واحدة على محمود.